مساء الخير طلابي الأعزاء، نكمل محاضرة السيكنت. عندنا ملاحظة مهمة بالسيكنت تقول لا تستخدم هذه الفورمولا للسيكنت. ليش؟ لأنه هاي راح تنطيك خسائر فادحة بالخطأ. لذلك دائما نستخدم هذه الفورمولا، صح؟ هي هذه نفس هذه، لكن هذه راح تفاق من الايرور، لذلك هذه الفورمولا لا تستخدمها، وانما فقط تستخدم هذه الفورمولا في طريقه السيكنت. زين، ما هي الكوست مال السيكنت والنيوتن مقارنه بيناتهم؟ نتذكر لنيوتن ميثود اللي تقول x n زائد 1 يساوي x n ماينس f of x n على f داش of x n n 0 1 2 وهكذا. وقلنا هي بالحقيقة السيكنت هي مجرد استخدمنا التبسيط أو الابروكسيميشن لل f داش of x n فصارت بهذا الشكل. فإذا نشوف هنا أنه بطريقة النيوتن نحتاج أن نحسب دالتين. ليش؟ من نجيت اختاريت xn راح احسب الدالة عند ال xn والمشتقة عند ال xn. اذا في كل iteration اني دا احسب دالتين، بينما في طريقة السيكنت اللي هي هذه اللي هنا شوف بدت منين؟ الn من الواحد اثنين ثلاثة وهكذا، بينما بالنيوتن بدت من صفر واحد اثنين. ليش؟ لانه هنا قلنا نبدي لازم بنقطتين، فاذا هنا نتطلب one function evaluation. ليش؟ راح احسب f of x n فقط. واحد يقول زين مو احنا نحسب f of x n ناقص واحد. نعم، بس باول خطوة دا احسب، يعني من دا اوجد x2 مو دا احسب f of x0 و f of x1، بينما من اجي احسب x3 راح اجي بس احسب f of x2. ليش؟ لان انا f of x1 already حاسبها. من راح اجي احسب x4 راح احسب بس f of x3 بالiteration الواحد. ليش؟ باعتبار f of x2 اني حاسبها وهكذا. اذا لهذا السبب السيكنت ميثود هي اسرع في الوقت وفي الكونفرجنس. اسرع في الوقت ليش؟ لانه عند كل iteration دا احسب مرة واحدة، يعني حتى لو كانت تاخذ الايتريشن تحتاج اكثر السيكنت، لكن كعمليات حسابيه دا استخدم اقل من النيوتن ميثود لنفس ال... هذا وين الكلام؟ لنفس الاكيرسي. زين، فوائد ومساوئ. الفوائد مال السيكنت ميثود عندنا ثلاث فوائد اللي هي: اولا الفائدة الأولى it converts at faster than a linear rate، لذلك هي more rapidly convergent من ال bisection method. يعني إذا مقارنة بال bisection method هي شبيهة more rapidly convergent. اثنين، إنه هي ما تحتاج أن نحسب المشتقة للدالة، واضح؟ واللي هو مو بالسهولة أن توجد المشتقة، يعني انت لو يعتمد هنا على التطبيق، مو بالضرورة كل دالة ممكن ان القي مشتقتها فاقدر اطبق عليها النيوتن. ثلاثة، تتطلب فقط one function evaluation مثل ما قلنا قبل دقائق للإتريشن الواحد، مو بالمقارنة مع النيوتن ميثود اللي تتطلب اثنين، قلنا حساب الدالة عند النقطة وحساب مشتقة الدالة عند النقطة. اذا هذه هي فوائد السيكنت ميثود. اما ال disadvantages of secant method فعندنا هذه الأربعة. أولا أنه هي مو بالضرورة تكون converge، إذن it may not، شوف may not converge. اثنين، ماكو guaranteed error bound للcomputed iterates. ثلاثة، it is likely to have difficulty إذا كانت المشتقة مال الدالة عند الجذر تساوي صفر. هذا شنو معناه؟ إنه ال x axis هو مماس للجراف مال الدالة عند ال x equal alpha، وهاي نفسها أتذكر حكيناها أو كانت من مساوئ النيوتن أيضا.
Newton's method generalizes more easily to new methods for solving simultaneous systems of nonlinear equations. واضح؟ فإذا هذه هي فوائده. واحد يقول وين الconvergent analysis؟ أوفوا ما مطلوب من عندكم بهذه المرحلة. أي سؤال أو استفسار أني بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم، ممكن نتناقش على الجوجل كلاس. تحياتي لكم.